حفاظا على الأصوات الحرة التي انتخبته، قدم النائب السابق يحيى شمس طعما في الانتخابات النيابية الأخيرة عن دائرة بعلبك الهرمل إلى المجلس الدستوري. وبعد تقديم الطعن توجه شمس إلى نادي الصحافة يرافقه عدد من أعضاء اللائحة، حيث تحدث إلى الإعلام عن التزوير والتجاوزات التي حصلت قبل وخلال وبعد عملية الاقتراع. نحن طعنا هلأنين أمام المجلس الدستوري وعم نحاول نسبة كل هالأمور، وثقناها بعهدة المجلس السوري من خلال الأستاذ سعيد، هو المحامي لإلنا كلنا سوا، ونحن بدنا نكمل على قاعدة إنه إلنا ساعة بالمجلس السوري وإلنا ساعة إنه هالعهد هذا مفروض ينصف الناس، وهذا بعده بداية العهد. غير هالأشياء هاي، في شيء بدي نوه على إنه صناديق الاقتراع اللي إجت على اتحاد بلدية بعلبك، كل الناس بتعرف مين اتحاد بلدية بعلبك، مين وين وين مسؤول عنها؟ رؤساء البلديات في اتحاد بلديات حزب الله. طيب توزعت، راحت الاقلام على كل المناطق كثير منيح. لما رجعت الاقلام بعد الفرز بالمناطق لوين رجعت؟ رجعت على اتحاد البلديات الساعه 11 والساعه 12 بالليل، ما في موظفين بالسرايا. مين نقل اقلام صناديق للسرايا للفرز؟ كان في 6 قضاة، فلوا 3 وبقي 3. ليش؟ أنا ما بدي أحكي إشياء موثقة أمام المجلس الدستوري، ولكن في شيء لازم ينقال. 470 صندوق، في 70 مختومين بالشمع الأحمر، 400 مفتوحين منهم مختومين، كيف هاي؟ مين نقلهم من اتحاد البلديات للسرايا للفرز؟ مين نقلهم؟ قال ما في موظفين. في من حزب الله تبرعوا ونقلوهم، كتر خيره، لأنه ما في مجال حدا، موظفين ما في بالسرايا، وما عاد في دوام بعد الساعة 11 و12 لتطلع النتيجة بعد يومين. الهدف دائما يبقى إنماء المنطقة كما قال شمس، وهو ما دفعه إلى الترشح بسبب الحرمان الذي تعيشه. ومن أجل هذه المنطقة قدم الطعن بانتظار إنصافه، مؤكدا ثقته بالمجلس الدستوري.